بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي المبعوث الأمين. كل عام والأمة الإسلامية بخير وسعادة، ورمضان كريم على كل المسلمين. النهاردة معاكم حلقة جديدة من برنامج بيت أميرة. النهاردة أول حلقة في رمضان معاكم الموسم الثالث لبرنامج بيت أميرة. متشكرة جدا على تفاعل الناس في الأيام اللي فاتت على كل حاجة بنزلها، متشكرة جدا. النهاردة معانا الشيف المحترف في الحلويات، الشيف البطل زي ما بقول كده، الشيف محمد المراكبي. ازيك يا شيف، منور الدنيا. نور حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. منورنا هنا في بيت اميره، ودايما بفاجئكم بحاجات جديده وحاجات جميله. النهارده بقى معانا البطل فعلا، الكنافه، والشيف اللي معانا منور الدنيا. ان شاء الله باذن الله معانا الشيف هيعمل لنا الكنافه باشكال كتير واشكال متنوعه لست البيت. دايما بنقول احنا في رمضان اهم حاجه عندنا الكنافه. احنا النهارده هنعمل اصناف كتير، الشيف بقى هيعرفنا ايه هي الاصناف اللي موجوده عندنا. ان شاء الرحمن هنكون معانا النهارده البدايه مدلعه. تمام. هو هيكون اوبن بوفيه كنافه، يعني بسم الله ما شاء الله العمليه يعني ايه كلها كنافه لست البيت يعني. هيبقى البدايه هتكون مدلعه. تمام. بعدين ان شاء الرحمن هتبقى كنافه عثمانيه. احنا الكنافه يا جماعه اهيت باشكالها وبالوانها، يعني انا اول مره اعرف ان الكنافه بالوان. لا، الكنافه خمس الوان. تمام. كنافه خمس الوان مع حضرتك باشكال والوان. فانتوا عارفين زي ما انا برضك ما بسيبش الحاجه لغايه اما اوريكم الاشكال، ودي الالوان كلها. كنافه مانجا، كنافه مانجا، كنافه فانيليا، كنافه بالتفاح، كنافه فراوله، كنافه شوكولاته. معنا كنافه لوتس، وكنافه نوتيلا، وكنافه اوريو، وكنافه بالايس كريم، وكنافه طبعا بالمانجا حبيبه رمضان، يعني ما نقدروش نعدوها غير والله اني واقفه في وسط الحاجات الجميله دي. لا تسلم ايدك والله من حالك، ربنا يحفظك. عايزين نبدا بقى برضك المكونات بتاعتنا. ان شاء الرحمن هيبقى معانا الايه المدلعه. المدلعه بتبقى كام طبقه؟ بتبقى اكتر من طبقه. هي طبقه الكنافه في الاول، بعدين طبقه الكريم شانتيه، بعدين طبقه البسبوسه. تمام. وبعدين الكريم شانتيه، وبعدين الايه كريم كراميل مع الوش مع الزينه بتاعتها. احنا نعمل ونعرف الناس المقادير برضك. بسم الله. معانا 250 جرام سميد، عليهم 50 جرام جوز هند. تمام. حبيب البسبوسه طبعا. ده الخام بتاعنا. رمضان كريم على الكل يا جماعه، ولازم تجربهم يعني كل حاجه احنا بنعملها. الكنافه بجد اشكالاتها جميله، وان شاء الله هتشوفوها بقى في الاخر هتبقى شكل جميل جدا. معانا ان شاء الرحمن 100 جرام لبن، 50 جرام سمنه، 50 جرام عسل، و100 جرام سكر. تمام. ده كله ده مع بعضه؟ ده كله مع بعضه. تمام. ده كله مع بعضه. هنبدأ نقلبهم. بسم الله. طب هتقلب انا يا شيف وانت. تمام. لغايه لما القوام يتماسك. تمام، مفيش مشكله. الكنافه بقى احنا بنحاول نساعد. لا هنساعده، لا احنا هنشتغل كتير مع بعض. يعني هبقى كويسه يعني وابقى مساعده شيف بعد كده. حاجات سهله وبسيطه خالص. احنا بنشوف الحاجات دي بتبقى غاليه جدا في الاماكن. هي الكنافه بس لازم تكون الكواليتي بتاعها عالي شويه. ايوه، لازم نتعرف بقى ازاي في اختلاف في الكنافه ذات نفسها. العود ذات نفسه، عود الكنافه لازم يكون رفيع. عود الكنافه تكون الكنافه ناعمه، ما تكونش خشنه. الخشنه دي بتطلع كنافه خشنه في خشنه في الاكل بتاعها، بتكون ناشفه شويه. اما العود الكنافه لما يكون ناعم ورفيع بيديك كواليتي اعلى، وتكون الكنافه بيضه ما تكونش غامقه. الكنافه البيضه دي بتبقى كنافه باللبن. في باللبن وفي بالعسل. في دلوقتي بسم الله ما شاء الله المصانع عامله لنا كنافات كتير قوي قوي. هنبدا في التفصيل. تمام. بسم الله. لازم الطبقه تكون رفيعه خالص. ليه؟ عشان دي هتكون اربع طبقات مش طبقه واحده. طبقه الكنافه معانا وهتتبصم. هتنكبس يعني كبسه بسيطه. ايوه هتنكبس كبسه بسيطه خالص كده.
عشان تكون متماسكه معانا. هتعملها طبقه واحده يا شيف ولا كذا طبقه؟ لا هي طبقه كنافه واحده مع طبقه البسبوسه اللي مع حضرتك. تمام. وما بينهم بقى الكريم شانتيه بالقشطه. بسم الله كده. تمام تمام ولا؟ كده عسل. تمام ماشي. بسم الله. بسم الله. ما نحطش زيت ولا حاجه. لا دي بتبقى انا مسمينها تحتها. طبعا اللي تحتها ورقه زبده عشان طبعا لما تقلبيها تكون ايه سهله معاكي. سهله معاكي هتتشال. هتتشال عشان كده لو ما حطيتيش ورقه زبده هتبقى معاكي يعني لازقه في الارضيه. لا هتبقى تلزق في الارضيه. دلوقتي هتبقى سهله معاكي خالص خالص. هتبقى سهله معاكي وبسيطه. اللي انت تقدري تعملي منها تقلبيها بسرعه وما تبقاش ايه ما تبقاش بالطريقه الايه اللي هي تلزق في الارضيه وكده وتغلبك في الارضيه. اما ورق الزبده هيحفظها لك وهتبقى كويسه خالص معاكي. هي الطبقه بتكون خفيفه خالص خالص معاكي. راعي برضك الحاجه دي. طب اعمل حاجه لا انا هنخش بقى تمام. في الكنافات الثانيه. احنا كده كده خلصنا خالص الايه المدلعه. بسم الله المدلعه. كده هنحط ايه هندخل الايه النار. إيه على كام درجه؟ كام درجه حراره؟ 160 160 تمام. بتاخد لها حوالي تلت ساعه. الكنافه ما بتغيبش برضه. الكنافه طبعا بتبقى عندنا متسمنه. تمام. يعني انا بنحط السمنه مثلا الكيلو الكنافه بياخد له 200 جرام سمنه 100 جرام سكر بودره. 200 جرام سمنه 100 جرام سكر بودره بفركهم مع بعض. لازم ست البيت تعرف ان الكنافه بتختلف انواعاتها بتختلف. طبعا لازم تكون خفيفه معاكي وهشه كده بالنظام ده بحيث ان هي تديكي جوده كويسه. جودة طب في كويسة. ناس بتقول لي ان هي بتنشف منها. بتنشف يعني من العسل. السؤال ده من العسل. تمام. العسل الكنافه لازم يكون مظبوط معاكي. اوكي. ليه؟ عشان عسل الكنافه هنخش في ايه دلوقتي ونقول برده ان شاء الله الرحمن في الايه في العصملي. تمام. هندهن بالزيت او سمنه المتاحه عندك. تمام. وتعرفنا السكر يعني بيفرق السكر ازاي؟ السكر عيار العسل بتاع الكنافه معاكي كيلو ميه كيلو ميه 2 كيلو سكر كيلو عسل. 2 كيلو سكر كيلو ميه كيلو عسل. تمام. وطبعا سنه الملح الليمون بتاعتنا عشان الايه عشان التسكيره بتاعتها وتكسر حلاوه الايه السكر شويه. تمام. هنبصم برضو طبق رفيع. طبق رفيع خالص. عشان بردك دي العثمانلي. العثمانلي هتاخد ايه كام طبقه. هتبقى بردك نفس نظام المدلعه بس هتكون كنافه كلها من على الوش ومن على الايه وعندك الأرضية. في البيت ممكن تزوقي بالمتاح عندك. كل حاجه متاحه عندك ممكن تزوقي بيها. يعني احنا جايبين بردك حاجات يعني بردك قريبه من ست البيت ان كان في الشغل اللي معانا ده. في بقى شغل تاني تحس ان هو شغل ده بتاع محلات وحاجات من ده برضو. كريسبي ده كريسبي ده شوكولاته. شوكولاته كلها شوكولاته كريسبي. كل ده الشغل ده للفينش بتاعك. تبقى هنبدا بقى منظر جميل. وعندنا بردك الفانوس ده جميل جدا وشكله تحفه. ده صيحه بتاعت السنه دي. في الكنافات. الكنافه لا. بتتعمل في فانوس رمضان ان شاء الرحمن هنعملوها قدامكم. تمام. وبنعمله بردك اللي هو المركب اللي هو القارب. برده بيتفنش ان كان ديسباسيتو او الشغل بتاعنا الايه تاني. شكله جميل. بسم الله هنبداوا بقى في الايه في الكنافه العثمانلي. هنعملوها ضفيره. هنا ضفيره. ان شاء الرحمن. تمام. الضفيره دي بتبقى كده. هناخدوها ضفاير حاجه بسيطه خالص خالص. بسم الله. ومعانا بردك الكنافه لو حسيتي ان ليها ناشفه منك ناشفه منك كده روحها راحت مش هتطلع. أيوة هتطلع ناشفه. ناشفه في ايه؟ انت جبتي الكنافه سبتها شويه في الهواء هتلاقيها نشفت منك خالص. هتيجي تدخليها وتطلعيها من النار هتلاقيها ناشفه. ليه؟ ناشفة. روحها الروح بتاعها اللي هو الميه او يعني اللبن يعني لازم اللي لما تجيبها تقوم حطها في كيس مثلا في كيس تغلفها. ان كان هتتلف كده هتبقى بنفس الوضع كده. ان كان هتفرميها هتخش التجميد وبعدين ايه هتفرميها زي الفرمه بتاعتنا دي. نحط في الجنب ده برضو؟ لا ما احنا دلوقتي احنا بنعمله ضفيره. الضفيره دي لها منظر. انت برضك هتعملي واحده معايا. تمام. هتعملي واحده معايا. تمام. بسم الله.
بناخده صنفين كنافه. اوكي. بنفس أيوة. بصي عشان تبقى الهيئه الاخيره ديفيره ديفيره. كده كده الشكل. بالراحه خالص، سهله وبسيطه هي الفكره، بس تكون وصلت. واللون حتى يبقى، واللون هيبقى جميل طبعا. طبعا جميل جدا. وبرضك الحاجات دي كلها صحيه ما فيهاش اي شيء برضه. هي المنظر المنظر الـ 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 الاخير بتاعها جميل الصراحه. جميل خالص في الكنافه بالذات العثماني. ده كده كده شايفين كل حاجات بالتفصيل لست البيت برضك تشوف. بسم الله. هي كده خلاص يعتبر ايه، ما فاضلهاش غير حاجات بسيطه خالص في الايه في الشغل بتاعها. بتحتاج سوا كتير يا شيف يعني. لا ديت مش دي عايزه تتلدن. تتلدن دي زي حاجه تكون فوقها وحاجه تكون تحتها. ليه؟ شغل الالوان في الكنافه حساس. شغل الالوان في الكنافه ما بيحتاجش نار، ما بيحتاجش نار كتير. ليه؟ عشان لو لون منك انحرق. لو لون منك انحرق كده خلاص، كل سنه وانت طيبه. فلازم ايه، لازم تكون ايه واخده بالك من الايه، من الكنافه معاكي اللي هي الالوان دي بالذات، عشان ما ايه ما تبص منك، عشان الالوان حساسه جدا. دي تتحط دي رفيعه شويه. عايزين حاجه تكون سميكه سنه، عشان تكون المستوى كله ما فيش حاجه تستوي عن حاجه تكون ايه معا. دي بقى نظرات فنيه بقى. لا انت ممكن لو حطيتي عود خفيف وعود بيكون تقيل هيكون خفيف، هيستوي عن التقيل. أيوة. فمش هتبقى مظبوطه. طبعا معانا مقص، هنقص الحروف. تقص الزيادات. هنقص الزيادات دي عشان ايه المنظر بتاعها تكون معاكي ايه مظبوط، عشان لما تنكبس تديك المنظر المنظر الحلو لما جميل. تيجي تقدميها عندك ضيوف ولا حاجه، لما تحط صينيه زي دي بالمنظر ده في الشغل بتاعك انت، ما يكونش شغل بتاع محل ولا حاجه. جميله بجد. هتكون حاجه راقيه. وفي ثواني اتعملت. هتكون حاجه راقيه جدا. هتكبسيها كبسه سنه بسيطه، كبسه بسيطه خالص عشان تمسك في بعضها. تمام. جميل كده تمام. شكلها حلو. ده بالمنظر جداً. بتاعها ده اهي في الايه في الكنافه الايه شفتوا جميله جميله والله، والواناتها تحفه. ممكن ممكن نخشوا برضك بتتعمل باللبيض وتعمل اي يعني شغل اي لون انت متاح عندك ممكن تعمليها باي لون بتعمليه. تمام. هنبصم برضك كنافه عشان ندخلها للايه للشغل بتاعنا، لشغل الفوانيس رمضان والشغل ده. بسم الله. عايزين نتعرف على الفانوس بتعمل ازاي برضه. الفانوس جميل وشكله حلو ويخلي الاطفال حتى هتبقى رغباه خالص، تحبها هو جدا. هو السنه دي الصراحه لما ظهر السنه دي تحس ان في تجديد في الشغل. هو التجديد حلو ومطلوب طبعا يعني. هو رمضان دايما بيفاجئنا بالايه برزب جديد، منظر جديد. وبعدين مهما كان انت ما تخليش فكرك محدود لرزبي واحد. دايما تطوري من نفسك. ما العيار اللي انا بديه لحضرتك او المنظر ده انت طوري منه، هتلاقي نفسك بتدي منه فينش اعلى، شغل اعلى، حاجه جميله هتميزك انت. يعني مثلا انت بتخش اي مكان ايا كان بتلاقي دي بالذات بقى ما بتنكبس. ليه؟ عشان ده ايه بقى؟ دي هنخش فيها في الشغل بتاعنا اللي هو الشغل الايه تمام. الفوانيس يعني رمضان تخش كده على النار وخلاص. على النار بس كده بنفس المستوى ده. تمام. ما يكونش تحمرها بس سنه ولا تحميصه. تحميصه هيوصل اللون بتاعها الذهبي. بس عشان هتنفرق هنفركوها هتبقى شبه قريب مش بودره قوي. عشان برضو ايه نشتغلوا فيها ايه صح. تمام. كده الكنافه بتاعتنا تمام. تمام ما فيهاش اي ايه شيء. ودي اهي هنعمله واحدة كمان من دي. تمام؟ تمام. هنعمله كمان واحدة، عايزك انت تعمليها بقى. طب يا جماعة يلا نعمل مع بعضنا مش مشكلة. يعني بالراحة سهلة، أنا هنطلع لك أنا الضفيرة عشان تكون عشان لو في جواندي بس يلا ما فيش جواندي يا أستاذ يلا خلاص مشكلة. تمام. أنت رصيها. خدي. تمام. خديها بقى من إيدي. جنب بعضيها، رصي جنب بعضيها. سهلة خالص بسيطة. جنب بعضيها. تمام جميل. ثواني. عايز جوانتي؟ ايوه انا بدور برضك علشان ايوه اهو. تمام. اوكي.
حسيتي، ما احنا برضك الفكره دي برضك في حاجه، حسيتي الكنافه نشفت منك، ايه اللي هتعمليه؟ هتعالجيها ازاي؟ صح، يا ريت. ما هو انت هتعالجيها ازاي؟ في معالجه كويسه جدا اهي، بخاخه معاكي دايما بنستخدم ميه، ما هي اصلا معموله بميه ولبن او لبن، فروحها لما تنشف منك الكنافه جامد وتشد منك وتبقى تتكسر كده، ايه هتعالجيها بايه؟ بخه ميه، هتبخيها بميه بخه بسيطه كده، تمام، بترد الروح ليها تاني في الطريان، بتطرى ما بتنشفش بقى بعد ما بتخش؟ لا يعني، ما هي خلاص طري تاني، هي بتبقى هي بتكون ناشفه، الميه اللي فيها لما بتتعرض للهواء بتنشف، فانت بتعيدي لها الايه؟ الطريان تاني، خدي حضرتك بتعيدي لها الطريان بتاعها تاني عشان ايه؟ روحها ترد لها تاني في الشغل بتاعنا. الكنافه بحرها كبير قوي في الاشكال، وانا اتعجبت كمان لما حضرتك بتقول لي هنعمل كنافه بالبطيخ، بس يلا مش مشكله، البطيخه المره الجايه بقى تطلع حمراء ان شاء الله باذن حن الله. حن هل دي ممكن تبقى سميكه شويه صح؟ لا انت بتبصي السمكه بتاعت سنه بسيطه يعني، دي 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 فرة بسيطه، دي هتحطها بقى كده يعني. ايوه ماشي ماشي ماشي، شغاله معاك شغاله معاك، انت كده كده الزيادات دي كلها هتتقص شوفي بقى حضرتك كده كده، هشوف بتاعتي الاحلى ولا بتاعت الشيف يا جماعه، ربنا يستر. اكيد بتاعت حضرتك طبعا. تسلم يا رب، ربنا يحفظك. الالوان بتاعتها خدي اهو اهو، انا عامل لك اهو قاعد اهو، انا هنطلع لك انا عشان تبقى الموضوع سهل عليكي. هو في البيت بقى هتظبطي الدنيا، لازم تجربيها لازم تجربيها. انا جربتها بس السوا يعني، اهم حاجه السوا يعني، خليكي جنب خليكي جنب الفرن بس بيش وتمشي. ارفعي بقى دي، لا دي خليكي عكس 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 عشان المنظر بتاعك يكون كويس. تمام، فاضل واحده وكده نخلص من البند ده. تمام، نعملها هنا هيبقى واحده هنا واحده هنا. تمام، كده كده يشد كده، ايوه كده. احنا معانا اتصال مياده من القاهره، نقول الو. الو، ايوه، ازيك يا مياده؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله كويس. رمضان كريم. الله اكرم. كنت عايزه اشوف الشيف الكنافه اللي عملها الاول عملها ازاي؟ اول إيه؟ واحده خالص المدلعه، المدلعه ايوه المدلعه. تمام. اربع طبقات. تمام تمام، اربع طبقات. طبقه كنافه رفيعه جدا، طبقه كنافه رفيعه جدا جدا خالص. الطبقه الثانيه طبعا هنعمل لها كريم شانتيه عشان نحشيها بيها، انا بتكلم في الشغل اللي هي لسه هيستوي. طبقه كنافه، طبقه كريم شانتيه، طبقه البسبوسه بتاعتنا بالعيار اللي انا اديته لك ده، تمام، وطبقه الكريم شانتيه. انا هنفنشها معاكي واحده بواحده، يعني انا دخلت النار اكنها كنافه بالظبط كده، بالسمك ده رفيع جدا ايا كان الصينيه اللي حجمها عند حضرتك، بالسمك الخفيف ده هتخش النار مع البسبوسه، تمام، هتستوي، والفينش بقى هنوريه قدام حضرتك دلوقتي لما الشغل يطلع من النار هنوريه قدام حضرتك. الكان كريم شانتيه او قشطه، هي بتختلف، اللي انت ممكن تعمليها كريم شانتيه، احنا ممكن بنعملها بكريمه لباني بالذات المدلعه عشان الكواليتي بتاعها تكون عاليه خالص في الطعم، والجوده بتختلف في الايه؟ في الشغل بتاعها، بس احنا ممكن بنعملها بكريمه لباني، احنا المتاح عندك ايه؟ كريم شانتيه بيكون حنين. بيكون حنين عليكي وبيكون ايه؟ رخيص خالص. انا متشكره ليكوا على اتصالك، ولازم تشوفيها وتجربيها يعني. قصي نكبسها بقى، لا قصي بقى لو تمام، ظبطي القصه بتاعتك عشان المنظر العام بتاعك. ما رضيتش اكمل لغايه اما نشوف الاول، دي صينيتك. ربنا يستر. كده احنا خلصنا من الكنافه الايه معانا، بسم الله. ايوه الجوان دي كبير، فمعلش عملت على مقاسي. المره الجايه اجيب على مقاسي بقى. تمام تمام كده. الكبسه بتاعتك حاجه بسيطه برضه، كبستك حاجه بسيطه خالص كده، ايوه عشان تبقى الايه تكون ماسكه نفسيه، المنظر بتاعها جميل. ما نعملهاش المنظر بتاعها جميل ولا كده؟ لا لا لا، هي بتبقى إيه؟ المنظر بتاعها جميل لما تنقلب على ايه؟ وش على ظهرها. ظهرها تمام.
هنخش بقى في الكنافه بتاعتنا الايه؟ نظبط المكان تاني. ايوه عشان يكون الدنيا رايقه كده وكويسه. بسم الله. احنا كده خلصنا من دي خالص، هناخدوها عشان بردك ايه. خلاص كده بسم الله. هنخش بقى في الكنافه الكونو. هنطلع حاجه ولا هنطلع حاجه ونشوف مع بعضنا. هي ما بتاخدش اصلا وقت كتير زي ما الشيف بيقول. بسم الله. كان في حد قال لي اللي هو فيه كنافه على الفحم. طبعا يا فندم. بسم الله. يعني الكنافه اللي على الفحم دي بتبقى نظامها ايه ولا شكلها كنافه إيه؟ على الفحم طرقها، الطرق بتاعتها كتير خالص خالص خالص. ليه؟ عشان هنطلع بس الصينيتين دول وندخله صينيتين ايه مكانهم. تمام. عشان كده يبقى الصواني بتاعتنا ايه خلصت كلها. تمام. بسم الله. في السوا بتاعنا كده خلاص شغلنا طلع. تمام. بسم الله. الكنافه على الفحم لها طرق كتير خالص. في منها عشان الجبنه اللي بتشتغل، هي بتشتغل بجبنه. تمام. كنافه بالجبنه. هي طريقتها كنافه بالجبنه اسمها نابلسيه، او بتجيبي جبنه مشمول. الجبنه النابلسيه دي او جبنه بتيجي بننقعوها في ميه، اي مخصوص. بتتنقع لمده من 10 ساعات ل 12 ساعه. في الشغل بتاعنا. ليه؟ عشان تنزل نسبه الملوحه اللي فيها، عشان تبقى ايه سهله في الاكل مع الحلويات. بس بتبقى طبقه واحده برضك ولا بتبقى ايه؟ لا هنعملوها كده كده. تمام. هتاخد رشه بسيطه عشان برضك الايه ناشفه. لا نشفت عشان احنا من بدري حاطينها وفردينها. دي هنعمله دلوقتي الكنافه كونو. كنافه كونو طبعا. خدي بقى عود، خدي دي انا هنظبط لك انا حاجه ثانيه. تمام مفيش مشكله. كنافه كونو ده يعني الكونو حبيبه الاطفال. يعني هنشوف الاول وبعدين انا اعمل. ماشي. يعني بسم الله. بصي حضرتك كده من اوله لاخره صح؟ لا لا بالراحه بالراحه في البدايه. تمام. عايزه تتمسك شويه عشان ما هو الجوندي يا جماعه جايبين لي جوندي كبير حرام عليكم. كنافه معانا بتتعمل بالالوان كلها. طبعا بالالوان كلها زي ما انت عايزه زي ما انت عايزه. يا نهار ابيض. بس لا 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 لا, لا, لا. بالراحه بالراحه. هي هي بس تضحك عليا كده والله. لا بالراحه بالراحه. هي اي حاجه ما عمرها ما تيجي من مره واحده. بصي حضرتك هي البدايه بتاعتك صح. بصي 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 حضرتك دي البدايه اهي. لاي واحد لاي ست بيت انا بدات اهو. هتبداي تلف الطرف على الطرف. لا خلاص طرف الكنافه. بص عشان ايه برضو عشان لما تيجي تطلعيها ما تنكسرش منك. فاهماني؟ لما تيجي تطلعيها بالمنظر ده ما تنكسرش منك. بص حضرتك الطرف ده. بص بقى بتاعتي احسن من بتاعتك ازاي؟ اكيد طبعا. بص بص الطرف ده لازم لازم ده ينزل على ده. عشان ايه يدي المنظر ايه المتماسك عشان في الاخر يكون معانا ايه المنظر الجميل ده. ايه محتاسه برضه. لا لا كده تمام ولا ايه؟ هي كبيره شويه. حاولي تخف الكنافه عشان ما تبقاش الكنافه يعني هي اللي طويله ولا لا؟ خف الكنافه شويه. خف الكنافه في اللف بتاعتك. وشدي اضغطي. يعني انت البدايه بتاعتك كويسه. اضغطي بقى اضغطي جامد. جامد جامد بس. ايوه. وتشيل الحته الزياده اللي فيها دي كده. تمام خلاص كده نحطها بعدها. وتقفليها القفل بتاعتك عشان ما ايه ما ترجعش كمان واحد تاني. هنعمله كمان واحد. خدي ده. تمام. ثانيه واحده شوفوا معانا يا جماعه علشان بجد لفتها حاساها سهله بس لا هي البدايه بتاعتك. هي البدايه بس عشان تكون سهله معاكي. البدايه بتاعتك لازم تكون مظبوطه. عشان الايه الكنافه اصلا بتحب ال يعني عايزه متسع من الايه من المكان عشان تقدر تلف فيها. لا طرق ياما وشغلها ياما كتير. انا عشان
بسم الله ما شاء الله. لا يعني واشكال رمضانيه جميله بجد. هي رمضان بيحب الكنافه عموما يعني، فاي مكان يعني انزلي اي مكان ايا كان بسم الله ما شاء الله قبل رمضان بيومين جميله تمام. جميله شفتوا يا جماعه؟ لا كده تمام خلاص بقى شفت اللفه خلاص جميله بسم الله ما شاء الله. برضو تخلي بالك من السوا بتاعها تمام، خلي بالك من السوا بتاعها اوكي تمام يعني كده. مش بتحتاج برضو سوا كتير؟ لا لا هي الكنافه عموما كده. اه الكنافه عموما كده في السوا بتاعها لازم تكون ايه، تكون ما تكونش يعني عشان انت برضك لف فراق بسيط خالص في الايه في الكنافه شويه. تعالي تمام اهو بسم الله نعمل لون ولون واختلاف. انت لوني بقى وشكلي باللي انت عايزاه، مانجا فراوله. انت هتجيبي الحاجه اللي انت عايزاها، هو المحبوبه الفانيليا البيضة بتاعتنا يعني المحبوبه في الكنافه الفانيليا البيضة بتاعتنا اللي انت ممكن تقدري ايه تلاقيها في السوق متاحه عندك. وطبعا ما ننساش الكنافه اللي بالبلح، الكنافه اللي بالبلح ديت يعني بسم الله ما شاء الله يعني في رمضان. ايه اكتر حاجه بتطلب منك يا شيف يعني؟ اكتر حاجه بتطلب مني هي الكنافه بالبلح يعني محبوبه جامد، كنافه بالمانجا محبوبه قوي، كنافه كنافه الاوريو برضو انا بعشقها. بقول لك في كنافه بالعكاوي ومش عارفه كنافه لا 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 بس في انا شفت فعلا الكلام ده، وانا لما في السوشيال ميديا لقيت فعلا في ولا دعايه؟ لا لا هي يعني مش حكايه دعايه، هو في ممكن المنطق والعقل يتقبل حاجه، يتقبل إنما حاجه في فعلا حاجات ما تتقبلهاش ما تتقبلش نهائي. طب انت ازاي هتقنعيني اللي فيه كنافه بالعكاوي؟ طب ازاي انا يعني ايش ده؟ انا دلوقتي بمزج بين الغربي وبين الشرقي. عندي في الـ في الـ في الـ في الحلواني قسمين، قسم غربي وقسم شرقي. القسم الغربي اللي هو التورت، جاتوهات، مواس، الشغل بتاعنا الايه تاني ان شاء الله الرحمن نعمله حلقه في الايه في الشغل الايه الغربي. الشغل معنا الشرقي معانا بس تليفون محمد من المنصوره. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. سلام طيبين رمضان وحضرتك كريم. طيب رمضان كريم. كنت بس عايز اسال احسن طريقه لعمل البسبوسه. احسن طريقه لعمل البسبوسه، عيوني يا فندم تحت امرك. احنا دلوقتي عملنا حضرتك عندك اي طلب تاني؟ لا اشكركم وبحييكم على البرنامج بتاعكم الجميل ده بصراحه. ربنا يخليك يا رب، متشكره جدا ليك والف شكر. البسبوسه البسبوسه كعيار مثلا كيلو ياخد صينيه، كيلو سميد، كيلو سميد بسبوسه يعني كيلو سميد بسبوسه بياخد 200 جرام لبن. السميد البسبوسه دايما تخلي السميد مع جوز هند. كيلو سميد بسبوسه عليه 100 جرام جوز هند. بص 100 جرام جوز هند المتاح في الجوز هند عندك حطه، مش شرط يعني المتاح في الجوز هند. الجوز هند بيعلي البسبوسه شويه، بيعلي البسبوسه في الايه في الطعم بتاعها يعني. كيلو سميد 100 جرام جوز هند كويس عليه. احنا في شغلنا احنا اللبن بقى 200 جرام لبن، 100 جرام نص اللبن سمنة يعني لو نص السميد سكر يعني حطيت كيلو سميد، حطيت حضرتك كيلو سميد نص سكر من غير ما تفكر يعني مقادير ثابتة. دي قاعدة 1 2 3 عندنا. في ناس برضو بتحب الحاجة سكرها قليل فبتكسر حلاوة الشيء ده برضك، عشان في ناس بالراعوا اللي هو عندهم سكر. في ناس ما بتحبش، انا مثلا ما بحبش الحاجه سكرها السكر بتاعها عالي، بس انا بنجبر على شيء اللي هو السوق ماشي ازاي، السوق معايا ماشي ازاي والناس طالبه ايه في الشغل بتاعنا. فاحنا احنا قلنا ايه كده جميل بسم الله ما شاء الله. احنا وقفنا عند ايه كده في البسبوسه؟ اللبن اللبن والسكر. اللبن والسكر. لبن سكر سمنه سميد جوز هند، ما انصحكش بالبودر بس. لبن سميد، اللبن 200 جرام، السميد كيلو، الجوز هند 100 جرام، السمنه احنا قلنا 100 جرام سمنه على الكيلو، 100 جرام سمنه على الكيلو تمام بس. طب في فرق ما بين الجوز الهند؟ احسن بيقولوا في حاجات كويسه وفي حاجات برضو بتبقى الجوز هند انواع مش الجوز هند بتخلي
صح. بتدي طعم غريب. لا صح صح. الجوز هند انواع، الجوز هند لما بيكون الزيت بتاعه، الزيت بتاعه امسكي جوز هند هتلاقيه ناشف قاسي قوي في ايديكي، يعني ما فيش روح، ما فيش ايه، ناشف خالص. الجوز الهند لما بيكون بزيت بيكون طري في ايديكي، ساخي خالص. ايوه كده تمام، بيكون ساخي خالص. تاخدي الاخيره بعد تمام. لا بسم الله ما شاء الله، جميله جميله خالص. الجوز الهند لما بيكون معاكي بينفع معاكي في الجوز، الجوز الهند لما بيكون الكواليتي بتاعته عاليه فيه زيت بينفع معاكي في البسبوسه، بالذات البسيمه، بالذات الكنافه الجيرسي. الكنافه الجيرسي ديت روعه والله، روعه. لا لازم نعملها، لازم نعملها. الشيف معانا يا جماعه، اي حد محتاج بقى اي حاجه بعد كده على صفحه البرنامج بيت اميره مع اميره شعلان، خشوا على الفيسبوك. اي شيء يخص اي شيء يخص الحلواني انا تحت امرك، اي شيء ايا كان، وبكل مصداقيه وبكل يعني شفافيه. انا يعني انا العيارات اللي معايا ديت انا شغال بيها لنفسي، يعني بعرض بقى شغلي وبشغل بيها بمرضي الله. فإن كان بسبوسة، بسيمة، أي شيء أي شيء أيا كان في الحلويات، حتى في الشغل اللي أنا هوريه هنفنشه قدام حضرتكم دلوقتي. تمام. أخيرنا كده؟ معملنا دي آخر واحدة هيت. آخر واحدة. ربنا يكرمنا وتخلص. لازم أنت تتعملي إن شاء الله يعني. شدي، أنت شدي شدي معاكي عشان تطلع. شدي. حسيت ان هي برضو يعني هي كانت ناشفه قبل كده. كانت ناشفه عشان التكييف بس وكده. القهوه بس كده جميله. تمام. انت بعد كده بقى تطوري منها. تمام. تطوري منها ازاي؟ الحشوات بتاعتها في الشغل بتاعها ذات نفسه. ترققي طرف الكنافه وتلفيه بالراحه ورا بعض ورا بعض، هيديكي معاكي شكل مختلف خالص. بتبقى العود غير الكنافه لما تكون الكنافه معانا ناشفه شويه، يعني دي اما تطلع هنشيل منها كده. امال لا مش هناكلها، هتبقى هنشيل منها كده وتحطي فيها اللي انت عايزاه. فنشي زي ما انت عايز. هتنشف بقى يعني هتاخد وقت قد ايه بالظبط؟ يعني بتاخد لها حوالي يعني 25 دقيقه. تمام. 20 دقيقه في الرينج ده، عشان برضو الكنافه الالوان غير الكنافه البيضه، فلازم يعني ممكن هنطلع الكنافه الالوان دي الاول. تمام. وبعدين نطلع الكنافه الايه الثانيه، عشان برضو البيضه بتحب السوى زياده، بتحب اللون اللي هو الذهبي بتاعها في الشغل بتاعها. طب مش نحط لها زيت ولا سمنه؟ ده هتسمن طبعا. تمام. دي بتسمن. تمام. لان التانيين يا جماعه ما تحطلهمش. لا السمنه في قلب الكنافه ذات نفسها، في قلب الكنافه. انما دي هتسمني هتسمني زي السمنه اللي انت عايزاها المتاحه عندك ايه، بتسمنيها وبتدخلها نارك. تمام. هنظبطه مكاننا الاول عشان ايه؟ احنا عندنا فاصل حالا وهنرجع لكم تاني. اوعى تروحوا في اي حته، استنونا بيت امير في امان الله. ثواني. ورجعنا تاني في بيت أميرة، منورين الدنيا كلها وكل سنة وانتوا طيبين. رجعنا بقى بالبطل اللي معانا النهاردة وهو الكنافة، الكنافة بأشكالها مع الشيف محمد المراكبي. ورنا بقى وطلع الحاجات زي ما انتوا شايفين كده، الحاجة طلعت اهي. بس اللي خدمنا النهاردة يعني ان معللنا التكييف قوي، فالحاجة الحمد لله بتطلع بتطلع تبرد. يعني الكنافة انا عمال بفرك فيها من ساعتها، كانت دافية الحمد لله، بدأت تبرد عشان برضك نشتغلوا فيها. تمام. ديت الالوانات. طب في ناس بتسألني بتقول لي الالوانات دي بتيجي منين؟ الالوان لان اللي اعرفه ان هي بتبقى بيضة. تمام. سؤال كويس. هي عموما الكنافة اللي انت هتلاقيها في المتاحة في السوق، الكنافه الفانيليا بتاعتنا البيضه. أيوه. البيضه بتاعتنا، عايزه تلونيها هتضيفي لها انت لون غذائي، لون غذائي. هتجيبي لون غذائي تضيفيه عليها. في الوانات كتير طبعا. تمام. بس مش ما انصحكش بالموضوع ده. في بينشري جاهز كده كنافه بالتفاح. تمام. ليه؟ بينضاف عليها طعم، بينضاف عليها لون، بتبقى كامله متكامله. زي الكنافه المانجا، زي الكنافه التفاح، زي الكنافه الفراوله، زي اصناف كتير، في خمس اصناف. والكنافه الشوكولاته دي كلها اصناف معانا في الايه، احنا معانا اتصال. معلش بقى انت عندك اتصالات النهارده كتير. تحت امرك. الاستاذه اسماء. الو الو، شيف محمد.
ده اختي جلبي، دي جلبي منورانا والله، منورانا باتصالك. دي اختي جلبي، دي نص التاني ده. حبيبتي يا سمكه، ربنا يحفظك يا رب يا اختي، يا رب ربنا يحفظك يا رب، اشوفك من دي على طول يا رب كده. يا رب يا حبيبتي، يا رب يا رب يا حبيبتي، يا رب يا رب منور والله. ربنا يحفظك يا اختي يا رب. ايه هتعملي ايه في ده كله؟ هتجربي ايه بقى؟ هتجربي ايه؟ لا اسماء معايا في الشغل كل ده شغل والله. طب تمام، ما شاء الله كل الشغل ده عارفاه من البدايه للنهايه ما شاء الله. هي حتى اللي كانت شارت عليا بالكنافه، قلت لها الكنافه البلطيق جايت لي جميله خالص، فصريت ورحت فعلا دورت، بس للاسف ما لقيتش حاجه كويسه. يعني المره الجايه ان شاء الله وتكون هي معانا برضك وتشرفنا. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ان شاء الله تشرفنا. الله يخليها يعني، ربنا يخليك، تسلمي لي يا رب كل زين. ربنا يخليك يا رب، ان شاء الله تنورينا المره الجايه باذن الله. ان شاء الله ورمضان كريم عليك وعلى كل ال، عايزين نشوف الفيلم بقى الاخير وكده ان شاء الله. حاضر عينيا، الفوانيس وكده عينيا، حاضر ان شاء الله حالا اهوت. وبعدين ده شغلك انت ده، ده شغلك انت ده. ربنا يحفظك يا حبيبتي يا رب، ربنا يحفظك يا رب، ربنا يحفظك. شكرا جدا على اتصالك. هنجيب بقى الفوانيس، بسم الله، لان فاضل 10 دقايق فنقدر. ادي الفانوس معانا، انا بس انا كنت يعني بحاول اكيد يعني. طبعا اكيد انا بنحاول اخر فيكي عشان دي تبرد، انا مش عايزه يكون، ما تحاوليش اللي انت تشتغلي بيها وهي دافيه. انا برضك انا يعني التكييف انا سقعان برضو، بس برضو يعني ايه برضو عشان الحاجه دي تبرد. انا مش عايز الحاجه دي ايه تشتغليها وتضيفي عليها كريم شانتيه او اي شغل بتاعك وهو دافي. لو هي دافيه هتشرب الحاجه اللي انت حطاها وهتفك، ان كان كريم شانتيه او اي شغل. معانا الفانوس، انت خليكي معايا تمام، فاهمني في الشغل، انا هنظبط بس على حاجه بسيطه خالص. تمام، بصي حضرتك اهو، تمام، دي اول طبقه. يعني احنا نعملها طبقات؟ لا مش هنحطها كلها، لا دي طبقات. بس في الاخر بس تعمليها شكل. لا لا لا، انا هنحاول ان انا ايه. بسم الله، مع كريم شانتيه. ايوه طبعا. تمام، وهقول لكم افكار حلوه وجميله تعملوا بها الايه الفوانيس دي، ان كانت لو انت هتعملها بالترافل. وفي برضك احنا دخلنا في الغربي، تاخدي انت حضرتك ده تشتغلي بيه. بصي حضرتك ادي طبقه، تمام، هنحطه كمان طبقه وتضغط. عايزه تحط امال ايه ده، لازم هتنضغط سنه بسيطه عشان المستوى بتاعها. هتحط كمان طبق وتحط كريمه وتحط كمان طبق، حاجه بسيطه خالص كده. أيوة. تمام الله، عشان تبقى المنظر بتاعها يكون فيه ايه. ممكن بقى هديكي فكره حلوه، تحطي فاكهه في النص على الكريمه. أيوة. على الكريمه تحطي فاكهه على الكريمه. اي فاكهه اي موجوده يعني. تمام اوكي، انا هسيبك كل واحده تعمليها من البدايه للنهايه. احنا هنعمل دول برضك علشان الوقت، بس نجرب الاخيره. حطي بقى الكنافه. تمام ايوه كده، ده الطبقه الاخيره، ده الطبقه الاخيره كده خلاص كده، المستوى بتاعها معانا مظبوطه خالص. ممكن بقى يعني نرص موز في الجناب، نرص فراوله في الجناب، هتدي معانا منظر جمالي اجمل بكتير خالص معانا في الشغل ده. من فوق ولا الكريم شانتيه كده خلاص، دي الطبقه الاخيره معانا، دي الطبقه الاخيره. تمام، التزيين بقى، التزيين على حسب المتاح في الشغل ده. الفوانيس هنزينه من الشغل المتاح ايا كان الشغل. هنزين دول؟ طبعا. تمام، طب ثانيه واحده كده. دفت كويس، بسم الله. هنسيب ده، ممكن ده معانا نزينها الكريم شانتيه برضو. طبعا. طب نجيبه هنا بقى، ثانيه واحده، شوف الاسباتول معايا، بسم الله. شوف لا 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 إيه؟ وقعت. لا لا إيه؟ لا, لا. مش على مالي، على مالي، يلا خير الحمد لله. لا خير، مش مشكلة. لا سهل، هنعمل واحدة تانية يعني. لا سيبيها لي خالص. تمام، مش عادي ولا يهمك، نجربه واحدة في واحدة تانية. أوكي، فيش مشكلة. تمام، نجرب في واحدة تانية، هاتي هنعدلها لك أنا خالص. خلاص كده، بسم الله. دي هنعمل انا دلوقتي ديت الكنافه الايه العثماني معايا. تمام، بسم الله. كمان نعم،
لا كويس، خليكي في البدايه معاكي اول باول. ادي الكنافه العثمانيه. العثمانيه لها مسميات كتير ولها فينيشات كتير. انا ممكن احط طبقتين، كان طبقه كنافه على طبقه كنافه عادي، ممكن احط طبقه الكنافه اللي تحت مع الكنافه اللي فوق في التشكيلات اللي انت عايزها. ممكن اعمل دي الضفيره بدل ما تكون كده، شايفه حضرتك دي، ممكن اعملها حصيره. حصيره، عارفه الحصيره؟ يعني اتجاه واحد، اتجاه واحد خالص رايح ايه بس. مش دي بقى احنا بنسموها عندنا ايه، ضفيره. تمام. اكنها الضفيره، اكننا من ايه بندفرها لبنوته. بسم الله. انا بعمل اهوت برضك. أيوة. وقعت مني. لا على مهل خالص، على مهل خالص. ادي معانا اول ايه منظر. بسم الله الحمد لله. جميله. تمام. جميله. في ايه تاني اللي هيتزين؟ هي طيب. ممكن هي مفنشه نفسها. هي بجد. المنظر العام بتاعها، ان كان القشطه اللي محطوطه او كريم شانتيه، احنا في شغلنا طيب. انا بندي كواليتي اعلى، كواليتي اعلى في الكريمات، في الفينش بتاعها. هندي طيب. الفينش معايا. تمام. معانا مدام هند من القاهره. الو. الو. السلام عليكم. كل سنه وحضرتك طيبه. وحضرتك طيبه وبخير يا رب. رمضان كريم. ممكن اسال بس الشيف على حاجه؟ اتفضلي، اتفضلي الشيف معاكي. تحت امرك. عايزه اساله على البط. تمام. ان انا اشويه في الفرن اعمله ازاي؟ الخلطه بتاعته ايه؟ انا هستاذنك في حاجه بس، انا تخصص حلويات بس. حلويات والله. انا شيف حلويات. انا عنيه ليكي. انا ممكن ان شاء الله احمد تسيبي لي رقم تليفونك، وانا هنخلي الشيف مخصوص مخصوص يرن على حضرتك ويشرح لك كل الطرق اللي انت عايزاها. بس انا والله تخصص حلواني بس. احنا اتشرفنا بمكالمتك والله، وان شاء الله تجربي. انا بعتذر ليكي والله. لا هاتيها هنفنشوها ده لسه. امال ايه. تمام. دي العثمانية. تمام. اوكي. العثمانية. اوكي. عشان ده المنظر الجمالي بتاعها. بص حضرتك بقى، هو الشيف جايب حاجات كتيره برضك المنظر كله. هند واحده كده، واحده كده. اوكي ماشي. طب انت فنشيها انت بقى. فنش. ايوه فنشيها عشان الوقت معانا. هنخش في الايه، في المدلعه حبيبتنا. الاشكال دي ممكن تجيبها من اي محلات عادي، ما فيش مشكله، متاحه برضك. بسبوسه الحمد لله. تمام. كيس الكريمه. بسم الله الرحمن الرحيم. موجود. تمام. بسم الله. المدلعه بقى حلاوتها في القشطه الفلاحي. يا سلام. لا بجد والله. لا انا كل واحد يقول لي اللي واللي عليه يعني. احنا في المحلات بنعملوها بالكريمه اللباني. ده الشكل اللباني صح؟ خلاص كده. تمام. اديها واحدة كمان هنا. صح هنا. بصي انا ما بجبركيش على فينش. الفينش اللي متاح عندك. الفينش يعني المتاح عند حضرتك موجود فينش بس. تمام. خالص يعني الموضوع بسيط سهل. نجيبها هنا. طيب ثانية واحدة. اوكي نجيبها هناك. ايوه. انا عايزاك تخلص دي بس بسرعة. حاضر. لان هنية. الوقت معانا. بسم الله. اهو. بسم الله. احنا عايزين بس الكريم اللي احنا بنعمله ده يا جماعه. المدلعه دي، المدلعه اللي عشان الاخت اللي سالتني من شويه، المدلعه وطريقه المدلعه والفينش بتاع المدلعه. تمام. معانا بتحب الكريمه كتير شويه. ليه؟ عشان تبقى الطبقات بتاعتها. احنا معانا نقدم العزاء لاهالي قريه الحدين في الشهدين حماده زين دومه ومحمد عبد الرحمن. اللهم ارحمهم رحمه واسعه، واسكنهم يا رب فسيح جناته، والبقاء لله يا شيف، وان شاء الله يا رب يكونوا البقاء لله وحده. عندنا حتى البلد والله يعني مش عايز اقول لك بقى لنا فتره في يعني حاله دي حزن. دي حادث الاثنين، حادث موتوسيكل. فربنا يصبر اهليهم يا رب ويرحمهم برحمته. يا الله يا رب يا رب يا رب. كده احنا فنشنا المدلعه. تمام. هنحط عليها طبقتين كريم شانتيه. تمام. هاتي اللي عندك بقى. اوكي. على مهلك، على مهلك. خلاص. طريقه. انا ماليش في المطبخ. لا لا بصي، هو الطرق بتاعتنا كلها سهله وبسيطه يعني، بس عشان احنا معانا طرق كتير خالص
فاحنا مش عايزين برضو ايه يعني نزحموا المكان بطريقه ايه كبيره. لا هو ما شاء الله الفنش جميل. انا عايزه الكاميرا تجيب لا المدلعه دلوقتي لما تتفنش كمان عشان المدلعه برضك بسم الله ما شاء الله احنا مدلعين كل حاجه وشكلها تحفه من احنا صايمين طبعا مش هنعرف ندوق بقى يا جماعه. بيقولوا دوقي هتبقي ترند. دوقي وهتبقي ترند. لا دوقي رمضان. طبعا رمضان يومه ما يتعوضش. لا فعلا والله فعلا والله يعني رمضان كل سنه وانت طيب وان شاء الله السنه الجايه بخير امين يا رب. اللهم امين. هنحط بقى حاجه معينه. ادي المدلعه ادي الفينش مش الفينش بتاعها كده احنا دخلنا في الايه الحشوات بتاعتها الفينش الاخير بتاعها فينشها ايه كريم كراميل تمام بس مش كريم كراميل اللي احنا بنعملوه في البيت طبعًا. عشان بيكون المزازه بتاعتها عاليه خالص عمالين ايوه تمام بس كده ادي كريم كراميل في الفينش الاخير اكيد طبعا الرسمه بس تمام. الرسمه الاخيره بتاعتها عشان هي بتحب رسمه ايه معينه هنريكها بيها هي بتتعمل عندنا في صواني كبيره وبنعمل حلقه بالاسبتول الاسبتول بيساوي الايه الحاجه على طول مش في صواني دي صواني رمضان مخصصه لايه رمضان حاجات رمضان الحاجات رمضان معانا برضو بسم الله شوكولاته تمام شوكولاته الرسمه بتاعتها انا هرسم لك رسمه خفيفه خالص سهله بسيطه احنا الوقت يا جماعه اسفين على الوقت والله بس وان شاء الله الشيف معانا على طول اي حد عايز اي حاجه عينينا طبعا الرسمه بتاعتها سهله جميله خالص جميله خالص الحاجات اللي هي الثانيه اللي احنا عاملينها اهي الكنافه كنافتنا تعملي رسمه اللي انت عايزاها الرسمه اللي انت عايزاها الرسمه اللي انت عايزاها ما يعني ما تتكسرش نحشوها إيه؟ هنحشوها دلوقتي عشان انا كنت سايبها بس تحت عشان ايه عشان ايه تبقى ايه كويسه معانا في الـ في الايه المدلعة سلام يا سلام على الاشكال بقى ونحط شويه انا كمان اهو اللمسه التاتش الاخير بتاعك أيوة. اللمسه الجميله بتاعتك تسلم يا رب ادي المدلعة الله بكل تحفة تكاتها بكل لا لازم نشوف بتاعتها. المدلعة اهي اهي المدلعة اهي تمام ايه تاني وده ده اللي وده دي انا هنظبطها لك برضه تمام فين كيس كريم شانتيه؟ بين حضرتك نزلته تحت ماشي احنا كده كده هنستخدمه لازم ده عشان الشغل الاخير بتاعنا ونعمله بقى الديسباسيتو ثواني يا جماعه بالله عليكم يعني نشوف الحاجه اخرها لان بيبقى الشكل النهائي بيبقى احسن تمام بسم الله دي اهي انا بقول لكم كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم وان شاء الله نشوفكم على خير والف شكر يا شيف معانا وشكرا على الحاجات الجميله اللي انت عملتها متشكره ليكم جدا في امان الله هنشوف الحاجه واحنا بنعملها برضو نعمل واحده كده ولا حاجه الله ايوه بالتصميم ده يا جماعه خلاص كده